هسيبكم مع تقرير عن اليوم الثالث على التوالي وفعاليات مبادرة القافلة التنموية الشاملة انت الحياة اللي بتنظمها مؤسسة حياة كريمة هناك في محافظة الشرقية، شهداء بحر البقر 2 مركز الحسنية في محافظة الشرقية. ده اليوم الثالث، لسه القوافل الطبية مستمرة، القوافل الثقافية والفنية وورش العمل اللي تكسب أبناء قريتنا شهداء بحر البقر 2 مهاراتهم المختلفة في حرف يدوية، ندوات توعوية، تفهمهم مخاطر الإدمان والتدخين، تفهمهم مخاطر الزواج المبكر، تفهمهم مخاطر الحمل المتكرر. يبقى في ملتقيات توظيف عشان التمكين الاقتصادي، ودي من ضمن الحاجات المهمة اللي بتشتغل عليها المؤسسة وبتشتغل عليها مصر. عندنا 9 شركات بتشترك معانا في ملتقى، أنا بقول معانا دي باعتبار إن احنا كلنا واحد بالمناسبة يعني، في ملتقى التوظيف اللي معمول هناك، هيساعدوا على توفير 500 فرصة عمل في قرية واحدة اللي هي الشهداء 2 للحاصلين على مؤهلات عليا ومؤهلات متوسطة وفوق المتوسط. عايز تعرف أكتر؟ شوف التقرير. احنا جايين هنا في مبادرة انت الحياة تحت مظلة حياة كريمة، مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن المصري البسيط، اللي احنا جايين له بنقول له احنا تحت امرك وجايين لك في اي ارض وفي اي مكان. احنا جايين هنا ومعانا بناء على تعليمات معالي الوزير ومعالي وكيل الوزارة، جايين ومعانا 7 عيادات طبية، معانا عيادة البطنة وعيادة الاطفال وعيادة النساء وعيادة تنظيم الاسرة وعيادة تطعيمات كورونا الجرعة الاولى والجرعة الثانية والتنشيطية، ومعانا كمان عيادة الرمد وعيادة العظام. احنا جايين بنقول للمواطن احنا تحت امرك، جايين عشان نكشف عليك ونقدم لك العلاج ونقدم لك كل الخدمات العلاجية، كله بالمجان، مفيش فيه اي مقابل. احنا هنا في مبادرة انت الحياة تحت مظلة حياة كريمة، القافلة اللي بينظمها فخامة الرئيس. احنا هنا معانا 7 عيادات بنقدم عيادة العظام وعيادة الرمد وعيادة البطنة وعيادة النساء وتنظيم الأسرة، وعندنا هنا الجرعات التنشيطية عشان لو في معظم الناس ما خدتش الجرعة، خدت الجرعة الأولانية وما كملتش الجرعات، فاحنا هنا عشان نغطي كل حاجة. قافلة طبعا فيها كشف مختلف، عيادات مختلفة زي ما قلنا، في رمد، في بطنة، في نساء، في أطفال، كشف مبدئي لكل الحالات، الأمراض السهلة بتتعالج هنا، لو في حاجة متقدمة وكده بنحولها على المستشفى المركزي والمستشفى العام ونبدأ إن احنا نتعامل معاها. القافلة الطبية هنا احنا كده بيبقى زي إجراء مبدئي أو تشخيص مبدئي للمريض، إن كان هيحتاج هيحتاج معاه مثلا اجراءات اكتر من كده، ان كان عمليه، ان كان اشعه، ان كان تحليل، احنا بنحوله على المستشفى عندنا وبنبدا نديله الخدمه الطبيه كامله يعني. في عندنا هنا انشطه ثقافيه بتقدمها وزاره الثقافه، بتقدم ورش ثقافيه، بتقدم مسرح، وفي برضو هنا في الدور الثاني والثالث بالمدرسه الابتدائيه في عندنا المركز القومي للمرأة، ما بيقدم ورش عمل حرفية على مدار اليوم الثالث، وفي برضو ندوات توعوية، وفي عندنا قوافل طبية بمختلف التخصصات، وفي مراكز برضو الشباب في أنشطة وفعاليات للأطفال. بسم الله ما شاء الله، حاجة حلوة خالص، حاجة حلوة ان هي بقت في بحر البقر قافلة طبية، وحياة كريمة احسن حاجة ان هي وصلت بحر البقر بالنسبة لنا من سنين يعني. انا خشيت قطعت تذكرة والدكتور كشف عليا واداني علاج اهو، مش دفعت ولا جنيه. لا يما ربنا يحرسهم لشبابهم، ومش نحرم من نحرم من الرئيس، مش ننحرم منه العمر كله ويديله طولة العمر. احنا النهارده مشاركين في مبادره انت الحياه باكتر من انشطه، من ضمنها التدريبات الحرفيه، مستهدفين 120 سيده من اهالي القريه لست تدريبات حرفيه، الرسم على القماش والرسم على الخشب والزجاج المعشق وخرز النول وصناعه الصابون وصناعه منتجات بالموزايك. مبادره حياه كريمه جينا هنا عشان نتعلم حرفه، بحيث ان احنا مثلا يبقى مصدر دخل لينا ولاولادنا والاسر كتيره مثلا ان هي حالتها الماديه يعني متوسطه او اقل من المتوسط شويه، فاحنا اتعلمنا المدرب علمنا طبعا ازاي نكسر الازاز وازاي نشكله، بحيث ان هو يدينا في الاخر منتج يعني شكله مريح وشكله كويس للعين، اي حد يقدر ان هو يسوقه مننا.